فتحي صحة شريبتك ومرحبا بك مرة أخرى في الفريق فانكم. صحة شريبتكم سي. الله غالب مرة أخرى هربت من المرة ذي شديناك. لا ما هربتش ديما موجود. إيش فما جديد سي فتحي على مستوى الرصيد والمستوى الغربلة وفماش عناصر جديدة في الإيكيب اللي شدت انتباهكم؟ شنو آخر المستجدات على المستوى معناها الأمور الصحية نتاع الجوارات؟ أسكو فماش دي بلوسور معناها مازالوا ما رجعوش في لي ريكروتمون كيش؟ والله لحد الان نقولوا الحمد لله ما عندناش دي بليسور، مازال كان اليعقوبي قاعد يراجع شيء فشيء معناها فهمت، ولكن الجروب الكل قاعد يطلع في لو نيفو معناها سور لو بلان فيزيك ولا تكنيك، خاطر اون ترافاي بوكو دو معناها لي جام تكنيك ونصلحوا برشا تكنيك. دونك قمنا بمباريات شفتوها معناها شيء فشيء، قاعد الجروب يقدم، فما ميلانج، فما وليدات صغار كان شفتهم زيادة معناها عندهم مستقبل باهي، كما نذكر منهم اللاعب غازي العيادي، كما جبالي، كما الوليد ساسي، كما ازر الغالي. دونك سيت ان ميلانج الاولاد موجودين ان شاء الله مع كلكو ريكروتمون القدام ان شاء الله دي سورتو اون دي سونتر افون معناها دو غراند كاليتي ان شاء الله النادي الفريقي يكون يعدي موسم معناها يليق بالفريق وطموحات الفريق، خاطر نعرفوا اللي الموسم اللي باش يجي فيه 16 فريق وباش تكون معناها بطوله صعيبه على الناس الكل. يظهر لي ما زالت المشكله قائمه نتاع لافون سونتر نتاع اللي باش تقوم به الانتداب معناها الهيئه. حسب ما نعرفش انا، حسب افكارك انت الافريقي ينقصها مهاجم فقط ولا اكثر من مهاجم؟ والله انا حسب اللي شفته انا تجربتي مع النادي الافريقي توا حاليا من البلاي اوف لتوا، انا شخصيا نرى اللي معناها النادي الافريقي يلزموا ان اتاكون ولا دو اتاكون كي ريست دون لاكس، معناها سي دي اتاكون كي فون فيغ لو بوت كي فون فيغ لو بوت، على خاطر عندنا من احسن لي دوزيام ليني الموجود توا في تونس، معناها عندنا دوزيام ليني قوي برشا، معناها عندنا وليدات كي فيان دو ديغيغ، معناها عندهم لا بيركسيون ولا فيتيس، ولكن ينقصنا معناها ان سونتر افون ولا دو سونتر افون اللي يقعدوا في 16 متر ويمشيوا للكاج، معناها تعرف اللي معناها وقت اللي quand tu marques un but معناها une fois sur deux tu vas gagner، وقت اللي تربح تجيب لك لا سيرينيتي ولا سيرينيتي هذيك تجيب لك لا سيكوريتي دون لو جروب، وهذاك معناها تتبنى عليه فريق كامل. دونك الحلقه ان شاء الله نلقاوها دي سي ان بتي مومون ان شاء الله، الهيئه ورئيس النادي قاعد يقوم مجهودات باش يشوف معناها كما نقولوا ان كيلير دو 16 متر ان شاء الله بحول الله. كنت حكينا على الملاعبيه اللي جاوا جدد الكلوب الصغار هذوما، حوصل عليهم عجبوكم معناها ينجموا معناها يقدموا قدام، احكي عليهم شويه معناها. والله الاربع وليدات هذوما عندهم مستقبل كبير برشا، معناها ما نقولوش معناها كبير برشا، ولكن عندهم امكانيات باهين، معناها كما قلت لك معناها الوليد العيادي والوليد جبالي ازر الغالي وساسي سيرتو الزوز الاولانيين عمرهم 17 سنه يحسوهم يسامبوز بتي تابتي، هذوما مستقبل النجم يكونوا مستقبل النادي ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للستاج باش ينطلق ان شاء الله غدوه، حتى كش الوقتاش وشنو البرنامج النادي الافريقي في الستاج؟ والله برنامج عادي 9 ايام، معناها باش نقوموا بمباريات تحضيريه معناها غاديكا ان شاء الله، باش نقوموا زاد بزوز حصص تدريبيه باش نطلعوا شويه في النسق ويكونوا الجروب الكل مع بعضنا، وان شاء الله معناها المستقبل يكون خير ان شاء الله بحول الله. شكرا، بارك الله فيك.